والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم حابب أتكلم معكم، كل مرة نتكلم على السيارات بنتكلم على أداء صرفية بنزين، عمر افتراضي، تقنية موجودة، الأمور هذه كلها بنتكلم فيها، ودائما الناس بين محب ومختلف ومعارض وموافق، لكن اليوم أعتقد الكل حيوافقني. حابب أعزمكم لحفلة راقصة غنائية من الطراز الأول. المايسترو بيكون المحرك حق السيارة، والفرقة مصاحبة اللي هي بين الهيدرز والشكمان الرياضي وبين الكفرات وبين الأداء. فدائما أقول لهم الطرب الحلال حقي. فحاب أستعرض معكم اليوم على شكل صغير كده أفضل أو أجمل 10 أصوات محركات، فأعتقد الكل حيوافقني وما حد حيعترض معنا، يعني اعتراضاتنا حتكون ودية، لا هذه أحلى أو هذه أحلى، لكن بشكل عام الكل حيوافق في عملية الطرب إنه السيارات ما هي مجرد بس إنها وسيلة مواصلات، إلا كمان وسيلة حب وغرام وطرب واستمتاع. خلينا نتكلم الآن مع أحلى 10 أصوات، أحلى 10 مطربين صوتا ويطربوكم. فخلينا نتكلم بشكل عام، جمعنا لكم 10 سيارات اقترحنا أن هذه أفضل 10 أصوات الواحد ممكن يطرب عليها. السيارة الأولى عندنا الألفا روميو الديسكو فولانتي. الألفا روميو الديسكو فولانتي كمان حتسمعوا صوت محرك جدا جميل عليها. هذه 8 سلندر 4 لتر و7 من 10، فما شاء الله الصوت جميل زي السيارة نفسها. عندنا الأستون مارتن الـ V12 اللي هي الـ Vintage Zagato. Zagato واحد من أشهر دور الأزياء للسيارات، مصممين السيارات. فعندنا 12 سلندر 6 لتر، في عام 2011 ظهرت السيارة هذه. طبعا هسيبكم تسمعوا صوت الطرب شوية. عندنا الكورفت الZ06 او الZR1، فلكم هنا يعني محبين الكورفت يختاروا يا Z06 يا Z R1، كل واحد عليها صوت طربي، فتارك لكم محبين الكورفت فيها او محبين الامريكي تستمتعوا باي صوت يمجمل. الZ06 عندنا 650 حصان والZR1 755 حصان، فاختاروا طرب الصوت الطربي اللي تحبوا تسمعوه منها. عندنا الإيطالية الفراري الجميلة الإيطالية أو الساحرة الإيطالية الفراري الـ F12 TDF، ويلي تور دي لفرانس اللي هي معناها كلمة TDF، وهذه كمان ما شاء الله تبارك الله يعني 780 حصان 12 سلندر، فواحدة من أجمل المحركات اللي ممكن تسمعوا منها صوت ضربي. عندنا حبيبتي بوغاتي شيرون. هذه بوغاتي شيرون 16 سلندر على شكل W 4 توربو 8 لتر 1479 حصان، وما شاء الله من 0 ل 100 في حوالي ثانيتين ونص او اقل شويه، واحده من اسرع السيارات على وجه الارض او على وجه الكوكب ده بالكامل. فبوغاتي شيرون صوت طربي جدا جميل. واحد من المحركات الجميلة المحرك الجاكور الخمسة لتر السوبر شارج 8 سلندر، جربناه على الجاكور الاف تايب الكوب وجربناه على الرينج روفر الاس في ار، يدي صوت طربي من الطراز الاول.
عندما جماعة الشيفروليه سمعوا صوت حلو في جماعة الفورد، الفورد الشلبي جي تي 350R، هذه كمان ما شاء الله تنفس طبيعي 8 سلندر 5.2 فما شاء الله تسمعوا صوت الأعلى. وفي صوت جميل تاني كمان برضو من شركة فورد اللي على الجي تي، الجي تي 40 برضو تاخذ 6 سلندر توين توربو، فبرضو محبين الطرب بين تنفس طبيعي أو توربو أو سوبر شارج بلاقوا طلبهم في شركة فورد. Lexus LFA واحدة من أسرع السيارات اللي ركبتها في حياتي. في إيش؟ الصوت جدا جميل، وأسرع RPM في حياتي، من ضمن أسرع السيارات شفتها RPM في حياتي. RPM دوران المحرك ما بيطلع، بيقلع لغاية فوق. هذه واحدة من أسرع السيارات ومن أجملهم صوتا كمان من شركة Lexus. 10 سلندر 4800 سي سي، شيء طربي جدا جميل. شركة مازدا برضو من السيارات اليابانية، شركة مازدا عندهم سيارة 787 بي 787 بي، هذه واحدة من سيارات السباق الوحيدة اللي فازت بسيارة ال 24 ساعة في لومان، سباق لومان التحمل، وكانت في زمنها بطلة. والمحرك روتري، تخيل يعني السيارة دي، كل السيارة هذه على 1300 سي سي سعة المحرك، وإذا كبرت مرة خلوها 2600، لأنه محركات روترية اللي هي رحوية، أو شرحت لك من قبل، تكون دائرة تقريبا المحرك وداخله مثلث بيتحرك، فهو هذا ما هو بساتم زي ما نعرفه. فهذا الطرب المميز، وتسمع صوت عالي جدا من السيارة دي. طبعا الألمان ما شاء الله في عندنا الأودي تأخذ منه طلب جميل، لكن أنا في بدي أخص بالذكر هنا السيارة مرسيدس الـ SLS الـ 6.3 لتر، اللي كان التنفس الطبيعي 6208 سنتيمتر مكعب 6.2، وكان باب التسويق يكتبه 6.3 تيمنا بسيارة عندهم في الستينيات أو في آخر الستينيات، سيارة اللي فازت الـ AMG. هذه اترككم كده مع كل سياره تسمعوا الطرب حقها الجميل وتستمتعوا في السياره. شكرا لكم لحضوركم الحفله الراقصه الطربيه دي، وبكم ان شاء الله في حفلات طرب تانية. شكرا لكم.